ارتفاعها شاعر شاهق يسكنها عدد كبير جدا من السكان. متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. نتابع مع حضراتكم وبالقرب من احد الابراج او العمائر هنا في منطقه القاهره يا جماعه. نتابع مع حضراتكم، ممكن تشوف اغرب عماره ممكن تشوفها ان يور لايف في حياتك. هذا البرج او هذه العماره مصممه على اساس ان هي عماره متوازي مستطيلات. كنا شفنا متابعينا الكرام عماره في الاسكندريه وتسمى هذه العمارة عمارة اسكندرية عمارة شاشة LCD لان هي غريبة شوية، هي حجمها غريب شوية طالعة بأوضة الفوق، انما دي عمارة بقى من النوع الغريب وتسمى معجزة هندسية على الارض. على الارض بتكلم ان هي طالعة طبعا 2-4-5 بتطلع بخمس غرف على البحر في هنا في منطقة القاهرة بالتحديد في منطقة المعادي بثلاث غرف في الداخل، يسكنها عدد كبير جدا ممكن لا تتخيل هذا العدد حين ذكره. اتكلم على يعتبر يقال عنها في السوشيال ميديا، يعني نشروا وقالوا عنها كده في السوشيال ميديا انها عمارة يعني دولة افريقية صغيرة يقطنها عدد كبير. كنت بنشوف الاحياء جماعة في الصين وكده بيبقى الحي الصيني، يعني بنشوف كده الحي يقولك ده الحي الصيني، حي الصيني ماله اللي هو بيسكن فيه عدد كبير جدا من عدد كبير جدا يعني من السكان. في مثلا مقاطعة اسمها مقاطعة شنغهاي مثلا، مقاطعة تانية اسمها مقاطعة ماكيرونج، مقاطعة ثالثة اسمها مقاطعة شنغواي، ودي كلها مقاطعات بيعيش فيها عدد سكان كبير جدا، بيصل هذا العدد للسكان لأكثر من 50 و60 ألف واحد في عمارة واحدة أو في مكان واحد. ده هناك في الصين. هنا بقى بدأنا يعني نقلد ونشوف التفاصيل ايه. العمارة زي ما تكون يعني عمارة متوازي مستطيلات، يصل ارتفاعها لحوالي 34 يعني 34 يعني حوالي 34 دور، ومعدية كده 34 في 3 متر يعني حوالي 100 متر ولا حاجة، بحجم ملعب كرة كبير، بحجم ملعب كرة كبير. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة يعني شهر رمضان الكريم، وطبعا بننقل لحضراتكم كل حاجة غريبة وكل حاجة متواجدة هنا في القاهرة، كل حاجة غريبة وكمان كل حاجة جميلة وحلوة وستايلها جميل. خلي بال حضراتكم يعني لما جينا نقلنا عمارة العمارة الشبه المسطرة اللي هي موجودة في كفر الشيخ، نقلناها لحضراتكم. في عمارة تانية كانت في الإسكندرية وهي عمارة العمارة الـ LCD ونقلناها لحضراتكم. العمارة الثالثة اللي أمامنا هي عمارة يعني عمارة المتوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات ليه؟ لان هي في تصميمها ممكن تكونش مربعه اكتر من متوازي مستطيلات، هي اقرب من متوازي مستطيلات مش مربعه، عشان كده بننقلها لحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. يصل ارتفاع هذا البرج وهذه العمارة تحفة، شكله جميل قوي قوي قوي، يصل ارتفاعه ليه تقريبا 100 متر. اتكلم على طبعا ان هو يرى النيل، وبنتكلم ان هو متواجد في منطقة حيوية في منطقة المعادي، يعتبر اغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتك هي اشكال العمارات بمختلف، يعني مثلا في المانيا في اشكال عمارات مختلفة كده تحس ان هي تحف فنية. بنحاول ان احنا ننقل لحضراتكم كل هذه، مثلا ابراج العالمين، ابراج العالمين تحفه معماريه هائله، مثلا ابراج مصر الجديده، ابراج قصدي الاسكندريه، ابراج الفيلا اللي هتبقى موجوده في راس الحكمه، ده كله بننقل لحضراتكم حتى لو كان كروكي. هنا بقى في القاهره، والقاهره دايما عامره بالمهندسين الجمال، طلعوا لنا عماره جامده جدا كبيره جدا ضخمه عاليه مرتفعه. هذه العماره يصل يعني يصل ارتفاعها لحوالي 100 متر و يعني 34 تقريبا، ما بين 34 ل 33 دور، ما عدتش الادوار بالظبط. طبعا في اماكن تانية زي مثلا في الصين ولا حاجه يا جماعه بيسكن فيها، بيبقى مثلا اوض والاوض دي ساكنه فيها ناس، يعني بتكلم في الصين مش هنا، مثلا في ثلاث ناس في اوض، في ثلاث ناس في اوض، ثلاثه افراد في اوض، فبيبقى عدد كبير جدا زي ما يكون فندق
او حاجه فندقيه ضخمه، وهذا والفندق ده بيبقى بيسيع ناس، يصل في الصين يصل لتعداد لبرج واحد او مجموعه ابراج جنب بعض لخمسين ومئة الف واحد، وزي يسمى حي صيني كبير، حي صيني كبير. لو اخدناها كده وزي ما شفتوا حضرات السادة المشاهدين من تحت اهو لفوق، عمارة يعني يعتبر غريبة الشكل وغريبة ايضا الطلوع، ان هي يعني تحس ان هي يعني، بس هي تحفة فنية طبعا، متواجدة لوحدها كده في حتة تاني. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بننقل لحضراتكم كل حاجات الجميله اللي موجوده ما بينها، يعني زي مثلا ما نقلنا لحضراتكم العماره، عماره ال سي دي في منطقه، عماره ال سي دي في منطقه الاسكندريه، نقلنا لحضراتكم ايضا عماره العماره اللي شبه علبه كبريت في يعني، لان هي يعتبر عامله زي مربعه في كفر الشيخ. نقلنا لحضراتكم من منطقه القاهره اغرب عماره ممكن تشوفها في حياتك، وهي عماره بشكل جميله طبعا، عماره عظيمه طالعه لفوق كده زي الجبل بشكل جميل ومنسق، وطبعا ده بيدل ان في عماره في مصر وفي حاجه جميله ممكن يعني بتحصل في مصر واحنا بنشوفها على طول. المعمار في مصر مهندسين، يعني المهندسين المصريين هم دول اللي بنوا دول بحالها، يعني في دول بحالها المصريين وهم اللي بنوها، خلي بالك. فاحنا بلد المعمار، فبنقدم كل حاجه جميله عشان حضراتكم تنبسطوا.